توفي في 6 من يونيو الجاري في مستشفى النهضة فلامبي سولغان إثر علة لم تمهله طويلة، حيث تم تسليم جثمان الراحل إلى أقربائه من أجل وضعه في النعش، حيث ينتظر الأقارب والأصدقاء والجيران والزملاء من أجل تشييعه إلى مثواه الأخير. الزميل فلامبي عمل صحفيا بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري في قسم التحرير بالتلفزيون الوطني، ومن ثم تم نقله إلى المحطة الولائية للإذاعة والتلفزيون بمدينة آتيا حاضرة ولاية البطحاء، وتخرج من معهد التدريب لتقنيات الإعلام والاتصال بنيامي عاصمة النيجر بشهادة ليسانس في الإعلام، وعقب الصلوات والترانيم الإنجيلية من قبل الأقارب والأصهار والجيران والأصدقاء، جاء مراسم التأبين والثناء بحضور زملائه في مهنة المتاعب، وقدمت العديد من الشهادات، وذكره الجميع بالشجاعة والإخلاص في عمله ومحب للخير للغير. هذا وبعد الترانيم رفع الجثمان من المنزل إلى مقبرة تكرى. ولد الراحل في 20 أكتوبر عام 1977 في مدينة جمينة، تاركا وراءه أرملة وطفلة لم تبلغ من العمر عاما واحدا.